مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. اكد الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم ان تجربته رفقة اسود الاطلس تعد من بين الافضل في مسيرته التدريبية، مشددا على انها مغامرة فريدة ومتميزة ولن ينساها طوال حياته. وقال رونار ردا على احد الاسئله خلال حلوله ضيفا على برنامج صدى الملاحم والذي يذاع على قناه ام بي سي: افضل التجارب هي التي نعيشها حاليا، كان لدي تجارب مميزه مع زامبيا والكوت ديفوار، لكن تبقى تجربتي مع المنتخب المغربي لا تنسى. وتابع الثعلب الفرنسي: لقد حققنا تاهلا تاريخيا لكاس العالم، كانت مغامره استثنائيه وكان الامر رائع جدا، وهذه الذكرى ستظل في قلبي دائما والمغرب كذلك سيظل في قلبي. يشار إلى أن رونار كان قد أشرف على تدريب المنتخب الوطني بين سنتي 2016 و2019 ونجح خلالها في قيادة الأسود للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 20 سنة، إضافة إلى تأهله رفقة المنتخب للدور الثاني من كأس إفريقيا مرتين متتاليتين ولأول مرة سنة 2017 بعد غياب دام 13 سنة عن المرحلة قبل أن يرحل الصيف الماضي بعد الإقصاء أمام البنين دور ثمن نهائي كأس مصر 2019. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.